شغلك مثلا اقدر افهم ايه حكايه هندسه الري اللي انت مكلبش لي فيها دي؟ يا راجل يا راجل، حد يبقى شريك في مجموعه شركات بتكسب ومضمونه ويشتغل في الحكومه وفي هندسه الري بالذمه؟ دي حاجه مش غريبه، دي حاجه ممكن تتصدق حتى من اساسه. وايه اللي غريب في كده يا سواجيه؟ ايه اللي غريبه يا راجل؟ يا راجل ده كل الناس اللي بيشتغلوا معانا في الشركه او حتى كل العملاء اللي بيتعاملوا معانا مستغربين ايه حكايه الهندسه اللي انت مكلبش فيها دي، وبيسالوا ليه مثلا ما تجيش تمسك شركه من الشركات بتوعك تبقى انت المسؤول عنها وتديرها يا اخي. اسباب كتيره يا وجيه، مش سبب واحد. اعرفهم لو سمحت. اولهم وصيه بابا الله يرحمه، جوز عمتك المهندس سالم رفقي بجلاله قدره، اللي مات وهو على وشك انه يبقى وزير الري. طبعا هو اللي دخلني كليه الهندسه وتوسط لي عشان اتعين في وزاره الري وحببني في شغلها. كان امل الله يرحمه ان امشي على نفس خطه واحقق نفس احلامه. قلتلي بقى، يعني انت يا سيدي املك تبقى معالي وزير الري؟ طب واحنا نكره بركاتك اللي بقى فيها يبقى لنا ظهر في الحكومه يا عم انور. السبب الثاني اللي واخد الدنيا كلها ضحك وهزار هو اني مؤمن بالتخصص. شغل الشركات التجاريه بتاعت سيادتك واللي اقنعتني ان لازم اشاركك فيها ماليا، الشغل ده عباره عن تجاره وحسابات وارقام، وانا طول عمري ما بفهمش في الحاجات دي وما بطيقش اتكلم حتى في تفاصيلها. يبقى الصح ايه يا استاذ وجيه؟ اسيب سعادتك في شغلك اللي انت بتفهمه وتحبه، وخليني انا في شغلي واللي بعتقد اني حققت فيه حاجات مهمه لغايه دلوقتي. خلاص يا باشمهندس، المحكمه اتنورت ومش هفتح الموضوع ده معاك تاني خالص. ممكن بقى نفوق ونصهل الباقي شويه ونفرفش. شايف اللي انا شايفه يا وجيه؟ شايف. ايوه غدا فتحي، مش كده؟ هي بعينها. وايه اللي جاب السفله الحقيره دي هنا؟ اهدى بس، اهدى، تلاقيها جايه بالصدفه ولا حاجه. طنش طنش وما تركزش معاها. عشان احود عليه، بس انا عارف اول ما هخطيها واعذبها برجلي هلاقيهم واقفين لي على الناصيه وسنين سكاكه انهم وعاوزين يغموا لي عيني، ولو قدروا يرموني يحذفوني حذف في قلب النار. هما مين يا مدام؟ اي حد من الديابه اللي عاوزين ينهشوا في لحمي، اي حد من اللي بيتعاملوا ويايا على اني ناري المازيه حته لحمه طريه وبس. محدش منهم بيتعامل وياي على اني بني ادمه، انسانه من لحم ودم واحساس واعصاب، بني ادمه من حقي ارفض اللي ارفضه واقبل اللي اقبله. تعدميني ان كنت فاهمه حاجه. البهوات الكبار اللي على فرانكا، البدل الجامده اللي بصفين زراير بتلمع، زباين كباري النجمه اللي كل واحد فيهم فاكر نفسه يا ما هنا يا ما هناك، وان حقه لو طلبت معاه ناني على المزيه ما عليهوش غير انه يشاور لي بطرطفه صباعه، وهو واثق انه هيلاقيني قاعده خدامه تحت رجليه. وكمني مش بعمل كده، وكمني ماليش الا شغلي وبس. انا عارفه انهم متغاظين ومتكادين مني. يا بت ده انا ليلاتي اول ما رجلي تخطي عتبه الكباري واخرج منه بنساه وبنسى كل اللي شفته فيه. يا بنت ده انا عمري ما مشيت مع حد فيهم ولا حتى قبلت هديه من واحد منهم. فاهماني يا بنت يا رباب؟ فهمت يا مدام، دلوقتي بس فهمت. عايزين يجرجروكي عشان تمشي في سكه الحرام، اعوذ بالله من شرهم. ده انا متاكده يا بنت،
واقدر ابصم بصوابعي العشره دول ان اللي اشترى الدكانه يا اما واحد منهم يا اما متسلط من حد فيهم عشان يعاكنن علي، عشان يحاربوني في لقمه العيش الزياده اللي داخله لي من الكافيتيريا، عشان اضطر اقفلها بالضبه والمفتاح، ولا يفضلش الا شغل الكباريه اللي اسهل ما عليهم يحاربوني فيه. ما تقلقيش يا مدام، ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هينصرك. دلوقتي يجي زقزوق والاخبار معاه، الاخبار اللي هتهديك وتريح بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ايه اخبارك ايه يا زقزوق؟ يا اختي ما هي باينة يا اختي يا عين، اخباره زي وشه، قريتها في عينيه من اول ما طلع علينا. قال لك ايه يا اخويا الباشا الكبير؟ ما كنتش فاكره هيطلع بالقسوة دي. طلع غدار وقاسي. غدار وقاسي، اداني الطرشه وكلمني من تحت الدرس وقال لي مش فضيلك، مش فضيلك ولا فاضي الفنانه بتاعتك توت وناني وفيفي دي، روح قول لها ان السوق مفتوح اوبن ومن حق كل الناس يعملوا مشاريع ويحسنوا وضعهم والرزق بيد ربنا. قال لي كده، قال لي الرزق بيد ربنا، عمل لي فيها تقي وورق. يا اختي على حظك يا ناني، بقى هو ده الباشا الكبير اللي انا جايه اتحمى فيه وفاكره انه هيجيب لي الديب من ديله. يعني ايه؟ يعني خلع، خلع يا بنت يا ربابة ومش ناوي يتدخل، والأكادة بيقول لي مبروك، مبروك على اللي هيفتح قصادي، والسوق بقى يقسم ما بيننا، والجديد يشاركني في لقمة العيش اللي هي على القد ومش مقضية. أما ملهوش حق صحيح. أنا مش قايلة لك يا بنت، قايلة لك من قبل ما يخش علينا الواد زقزوق، أنا عارفة دي خية ومنصوبالي، وعاوزيني أقع فيه، وأتغرس في الوحلة وإياه عشان أسلم له. لكن لا لا محال، ده انا ناني المظيه اللي ما تسلمش بالغصب ابدا يا عينيا. تسلمي؟ تسلمي ده ايه؟ قال تسلمي ايه؟ بقول لك ايه؟ طول ما معاك الميسيو ما تقلقيش، انا اللي هحميكي بعون الله. مالي ايدك وفاتح صدرك جامد؟ قدها ودود، قدها ودود يا قطه بيضة. كل ملوك العوق واللبس دفعتي لمؤاخذه، ده انا هعمل لك عمايل وقت اللزوم، يعني هقلبها حرب اذا لازم الامر. المهم انت تروقي عشان الجمجمه تشتعل وتعرفي تهزي وتطري على الناس. يلا يا اخويا يلا بينا نزق عجلنا من هنا ونمشي، اما نشوف اللي جاي هيرسى على ايه. سبع البرومبا. ايه ده؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه اللي مصهرك؟ مستنيه يا ابني اللي زي السبع لما يرجع ويمسي عليا. يا سلام، كل ده عشان امسي عليكي؟ صباح القشطة يا جميل. ولا ما تستهبلش كده وتستعبط وتجنني، اتكلم جد شوية. كل الليل خلاص اخدت على انك تتصرمح طول الليل وتضيع القشرين اللي بتكسبهم وتضيع معاهم صحتك. انت فاكر البيت ده ايه؟ لوكاندا عايش فيها ولا ايه؟ فهمني. ايه الدوش ده كله يا اما؟ ما انت عارفه ان احنا بكره مأجزين وباذن الله طالعين رحله القناطر، فاش حاجه يعني لما اسهر مع اصحابي وهي دي اللقطه. طب دي الليله دي والليله دي اجازه، والليله اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها واللي من شهر وشهرين عدوا. يا واد استرجل، حط ايدي في ايد ابوك وحس شويه معانا بالمسؤوليه. ايه ده بقى سهرانه وقاعده الوقت ده كله عشان احط ايدي في ايديكي؟ هاتي ايدي. لا 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 هاتي ايدك. طيب بس الله، ايه الصوابع الجميله دي؟ يا واد يا واد ما تلحش الحركات اللي بتعملها معايا دي، الحكايه مش بالكلام، الحكايه بالفعل. استرجل كده وخليك راجل، فاهم راجل يعني ايه يا ولا؟ ايوه بس ازاي يا اما؟ بس انا تعبان، عايز اريح الجثه، وبعدين بكره باذن الله رايحين قناطر. عزمت لك مش اللي انا راجل، لا انا سابع السباع. اهدى كده تصبح على خير. امسك يا حرشتي. يا واد هو تعبت اختي، ده انا ست كبيره ومحترم، هعمل فيك ايه بس وبخف دمك يا سليم. الهي وانت جاي يا رب تهدي. واد يا سليم، انت اتعشيت بالحق يا واد ولا لا؟ منهم لله، منهم لله كل اللي عاوزين يجوا عليا، منهم لله اللي عاوزين يمرروا طعم العيشه في حلقي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. كراسه الكل، انت هتولولي في ايه بالظبط؟ عمري ما شفتك شايله مشكله على دماغك وزعقه ومتزرزره ومخنوقه بالشكل ده. دايما بشوفك قوية وثابتة، عمري ما شفتك بتتهزي الا وانت بترقصي. لا يا واد يا زقزوق، لا، كل اللي تعرضت له وشفته في حياتي قبل كده كوم، واللي بيحصل الليله دي كوم تاني.
كل اللي عدى في حياتي قبل كده كان بيبقى على الطياري. مشكلة بت وقتها وساعتها وتتفك وتتحل وتغور في 60 داهية. إنما المرة دي أنا واقعة في كل كيع، مانيش عارفة إيه حلها. الموضوع كبير كبير وواسع قوي يا واد يا زقزوق، هيتحدد عليه كل السنين اللي جاي. يا إما ترى هتبقى سنين هادية وأمان، يا إما ترى هتحط في مزنق ملوش مخرج، هدفع ثمنه من دمي وأعصابي. ايه ده؟ اسبرين ده ولا باستيليا؟ لا يا اخويا، ده دواء جديد كتبه لي الدكتور امبارح في الروجيت. انت لسه بيجيلك المغص ايه؟ ساعات ساعات يا اخويا، اما تبقى اعصابي هاديه ورايقه بلاقي نفسي زي الفل، كانه مش صايبني اي حاجه. ولما تبقى حالتي مش اللي هي هلاقي نفسي تعبانه والوجع بيرجع ينقح عليا من تاني. خد امسك. ايه دي بقى بالظبط يعني لما اخذها كده؟ قانونا باشا. الورقه دي يا اخويا اللي جابتها لي البيت رباب، تشكر جدع، جايبه لي فيها اسم الجدع اللي هيأجر الدكان اللي قصادنا. ركز معايا يا واد يا زقزوق، اسمه علي فهمي. عاوزك تدعبس وتتقص وتجيب لي اخباره وقراره ونظامه كله، ومين اللي وراه ومين اللي في ظهره ومين اللي زقه علينا ومين اللي وزه على سكتنا. من عينيا، ده انا المسيو. وحاجه كمان عاوزاها منك يا اخويا، فاكر الفتوات اللي كلمتني عنهم؟ عاوزاهم ستاند باي في اي لحظه، لازم نحسب حسبه كل حاجه وما نسيبش حاجه يا اخويا للظروف. ظروف؟ ظروف ايه يا مدام؟ عيب، ده انا اللي بطلع من الهواء وبرجع استخبى فيه. المهم انت تلمعي وتلعلعي تأمريني بحاجه تانيه. لا يا اخويا مش عايزه اياته حاجه. امي امي يا اخويا، روح وسيبنا استريح. نوم العواف، نوم العواف لبدنك وشبابك يا ست الشاب. روح يا شيخه، الهي ما يلوع لك كبد ولا يعري لك جسد الا وانت بترقصي. روح يا واد. مش باقي لها راحه يا بنت يا نين. الظاهر مكتوب عليك الشقه من يوم ما اتولدتي والاخر العمر. أعصابك شوية يا عم أنور، اهدى. مش كده؟ مش شايف يا وجيه؟ مش شايف اللي بتعمله الحقيرة دي؟ ليه يعني شايفاك أنت مالك؟ ما هي حرة، وبعدين حتى مش بصالة، يعني مش متعمدة أبدا إنها تضايق. إشمعنى اختارت الديسكو في الأوتيل ده بالذات؟ مش معنى إنها مش بصالي إنها مش شايفاني ولا حاسة بوجودي؟ استنى بس، اهدى أرجوك يا أنور. مفيش حد بيكسب أي حاجة من إنه يفكر في الحزن. يا ابني ورا ظهرك، بص لقدام، قدام احسن بكتير. عشان خاطري اهو، اهدى شويه، اوعدني. اوكي عشان خاطري، انا مش عايز اقول لك قوم نمشي علشان هي ما تحسش انها لما جت انت مشيت. ها، انا همشي دلوقتي وانت كلمني في التليفون. انت وعدتني. ماشي، تصبح على خير. انت من اهلي. انت اتجننت يا غدا؟ انت واعيه كويس للي بتقوليه؟ واعيه وفاهمه كل كلمه قلتها. تاكد اني فكرت بدل المره 10 قبل ما اقولك. بتقولي فكرتي؟ فكرتي كويس وقررتي انك تسيبيني انا يا غدا؟ طلب الطلاق قبل ما نكمل شهور مع بعض؟ لو قعدنا سنين مش شهور عمرنا ما هنتفق. ما ينفعش ان واحده طبيعيه وليها كيان تستمر معاك. جايه تقولي الكلام ده دلوقتي يا غاده؟ انت نسيتي انت عملتي ايه عشان انا ارتبط بيكي؟ نسيتي انك قعدت تلفي وتدوري وتحومي حواليا وترسمي عليا عشان اقع في حبك؟ ولما فعلا حبيتك خدتك من الجحور اللي كنت عايشه فيها والحواري، نظفتك ولبستك وخليتك بني ادمه، شلتك من الوحل اللي كنت عايشة فيه وخليتك تعيشي مع البنا أدمين الشيك. نسيتي كل ده يا غادة؟ كنت عارفة انك مش هترد الا بالكلام السافل ده،
الكلام اللي يثبت انك حتى ما بتفهمش معنى الاصول. اخلص يا سفله. ايه هتضربني يا باشمهندس وسط الناس الشيك؟ عايز تشتريني زي ما بتفكر تشتري اي حاجه؟ مش هينفع المره دي. حتى لو ضربتني ولا حتى رمتني في قلب ام مش هتحمل افضل على ذمتك ولو ثانيه واحده. طلقني يا انور، طلقني، انا مش طايقاك، زهقت منك. ده بعدك لما تشوفي حلمت ودنك. اسمع كلامي وطلقني برضاك بدل ما تطلقني غصب عنك. بتهدديني انا يا بنت فتحي شبانه البقال؟ فتحي شبانه البقال واهل حتته كلهم رجاله، مفيش واحد فيهم عنده العقد اللي ركباك ولا بيغضب ربنا زيك في طريقه معاملتك لمراتك ولكل الناس. برضو مش هطلق يا غاده، وحوريك الويل، حوريك اللي عمرك ما شفتي في حياتك. تبقى انت اللي جنيت على نفسك، انا بقى اللي هفضحك وهعريك قدام العالم كله. هقول لهم على كل الحقائق اللي عرفتها عنك للقريب والبعيد. هرسم لهم الصوره الصح للوجيه الامثل اللي ما عندوش ذره اخلاق. انا بتقولي عليا كده دلوقتي يا حقيره؟ طب وريني هتعملي ايه. مش هتقدري تعملي حاجه يا غاده. لا هقدر، وقدرت فعلا. قدرتي فعلا؟ عملت ايه يا بنت البقال؟ اسمع، انا حياتي اللي جايه هشتريها باي تمن. انا بقالي اسبوع بتصل بكل اللي يعرفوك وبلمح لهم انه في بيننا خلاف، وبمهد لكل اللي ممكن اقوله لو انت رفضت. ما انت فعلا صنف واطي رخيص، وعمر الرخيص اللي زيك ما يبقى غالي ابدا. انا اللي رخيصه؟ مين فينا اللي اشترى التاني بارخص تمن؟ ويا ريتك لما اشتريت فكرت انك تحافظ على اللي اشتريته او تثبت للناس انك تستاهله. انت مش بني ادم، وبتتعامل مع كل واحده على انها مش بني ادمه زيك. انا مش هستحمل قرفك تاني، مش هستحمل قرفك حتى لو كان التمن ملايين. طيب يا غادة، هطلقك لكن بشرط واحد. أي شرط هتقوله هنفذه؟ تقفلي بقك على كل حاجة تخصني، اوعي اسمي يجي على لسانك بعد ما سيبك. ده أمر مفروغ منه، أنا ما هصدق أخلص منك وامسح الأيام اللي عرفتك فيها من عمري بأستيكة. انت طالق، طالق، طالق. حلو ها؟ اقولها تاني. اسكت، بطل شقاوه بقى. ايه رايك فيها يا معازن؟ حلو يا ولد. طب خدوا دي، واحد صعيدي ماشي تعب من المشي جري. يا ولد هتموتني من الضحك مش معقول. حلو حلو. لا بدل عجبك ولا تاني؟ لا 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 اقول لك واحد صعيدي ماشي تعب من المشي جري. فظيع فظيع فظيع. منورانا يا ابو سينا يا بنتي. متشكره قوي يا عم. بقول لكم ايه، احنا نفضل نتكلم كده كتير، احنا نقوم نلعب احسن. يلا بينا. ايه انت هتسيبهم يمشوا لوحدهم ولا ايه؟ هتسيبهم يمشوا لوحدهم ايه اللي ايه؟ ما تقوم لحد ترزق عليهم كده ولا كده. يلا مالكش دعوه، انا هقول لمحسن وابوك نكت. قول لي بقى يا سسلين، نمت وريحت وفكرت في اللي قلته لك؟ الحمد لله، ابنك بفضل دعاكي قاعد زي الفرس اهو. يعني فكرت في اللي قلته لك كويس ليله امبارح؟ بخصوص ايه يا محاسن؟ بخصوص ايه؟ بخصوص انك لازم تشيل المسؤوليه شويه معايا انا وابوك يا اخويا. يوه، هو ده وقته برضه يا محاسن؟ احنا جايين نتفسح ونتبسط ونفرح بالعيال الناجحين. ما هم العيال الناجحين دول لازم نفكر لهم في حاجات كتير. البت اللي هتخش الجامعة لأول مرة السنة دي، والبت التانية اللي هتخلص جامعتها السنة دي بردك، والواد اللي هيخش الجيش في ظروف الصعبة اللي احنا فيها. مش يمكن ياخد إحفة زي حالاتي ويرتاح؟ هياخد إحفة بمناسبة إيه يا فالح؟ عنده فلات فود زيك هيعفيه من الكشف الطبي ولا إيه؟ يا ستي نسعاله، نشوف له أي حد كده من اللي إيديهم طايلة يجيب له الإعفة. وبعدين سلام أخويا، لو اشتغل بشهادته هيقف جنبنا ويساعدنا. والأفهم واتنين مش له اتنين. انا مش هدور على واسطه علشان ابني يهرب من واجبه، لا انا هقبل ولا هو هيقبل. سيبوا الموضوع ده لربنا، هو اللي هيساويها من عنده. ايوه يا سعابد، لكن ما لكنش يا محاسن، ما لكنش. انا لسه على وش الدنيا والمسؤوليه مسؤوليتي لوحدي،
لما ابقى اقصر ولا تموت من الجوع بيحاسبيني يا ستي. بعد الشر عليك إيه؟ بس ملوش داعي الكلام ده خالص. انا قلت لك من الصبح نسك على الكلام ده، خلينا نحاول نتمتع بوقتنا، نضحك ونفرفش يا محاسن، مش لازم نعزمها يا محاسن. يا سحوره، مش ناويه ايه انتي وسامي يعني تخفوا شويه ولا ايه؟ لا مش واخده بالي نخف ازاي يعني. يا سحوره حبيبتي يعني تهونا. شكلك كده عايز تشغل اسطوانه من اسطواناتك اياها. ماشي يا عم عشان تعرفوا امتي انا الوحيده اللي بقدر على ساميه بس. نعم، ولا انتي ولا عشره زيك يقدروا عليا. سيبي بس انتي يا ابو سينا المضرب ده علشان تعرفي انا قلت لك انتي مش قد ساميه. لا يا حبيبتي وريني بقى. طيب احسن يا جماعه. ماشي ماشي، روحي انتي بس اقفي مع سلام وشوفي الدروس اللي انا هديها لك. اوكي يلا اهدفي. ركزي بقى عينك. ركزي انتي مرتاحه يا بجنود دراعي. ساعه لما جينا هنا وانا نفسي نبقى لوحدنا، نفسي الدنيا الجميله دي تبقى بتاعتنا بس. ايوه بس انت اهلك حوالينا من كل حته. انا مش شايف غيرك. ايوه بس هما حوالينا بيبصوا علينا. ولعلمك بقى انا حاسه ان انا محرجه قوي، حاسه يعني ان هم عارفين ان في حاجه بيني وبينك. ما انا عايزهم يعرفوا. طب وبعد ما يعرف يباركوا. يباركوا لمين؟ ليا وليكي طبعا. ايوه يا سلام، بس الموضوع ده يعني مش سهل، محتاج ترتيبات. هنرتب، هنتكلم في كل حاجه بس مش دلوقتي، مش عايز اي حاجه في الدنيا تشغلني عنك. طب وهنتكلم امتى؟ بكره. بكره بس النهارده لا. كل اللي عايزاه منك انك تثبت في شغل الورشه، تكسب رضا الراجل، يقوم يعتمد عليك ويبقى جاهز لو طلبنا منه يا ابني اي خدمه. ما هي خدمه ازاي يعني محاسن؟ زي سلفة يا فالح. سلفة؟ سلفة يعني ايه؟ ما انت عارف ان الجامعة خلاص قربت تفتح، وربنا وحده هو اللي عالم بظروف الصعبة اللي احنا فيها. من عناية الاتنين يا محاسن، انت تأمري. اذكر الله. لا اله الا الله. مالك يا حاج؟ ايه في ايه سليم؟ مش عارف كده، شايفك مسهم وسرحان. ايه رأيك ننده اخويا سلام يدندن على العود شوية كده عشان نفرفش قبل ما ننزل على الفسيخة حتتك بدتك. مش عاوزك تهمل في الموضوع ده يا واد يا زقزو، فهمني. اهمل؟ اهمل ده يا نونا باشا؟ اهمل وانا عايش وبفكر لا في خدمتك انت جميل يا كيداهم ومش عوطاهم بالقوي. في ايه يا واد؟ انت هتقعد تغني لي قصره ربطت مع الفتوات اللي قلت لي انهم جاهزين يحمونا وقت اللزوم ولا لسه؟ وحيات عينيك واخر جهازات باشاره من صباعي ده تلاقيهم مرميين تحت رجليك. بس اقول لك على حاجه. ايه؟ انا مش خايف من الراجل ده لانه شكله كده خنتريش وشكله مش هيعمل اي لبش من اي نوع. ده مين ده يا واد؟ علي فهمي؟ ده انا جات لي اخباريه بتقول انه شطان ابن ابلس ده معجون بميه عفاريت. لا 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 لا، الكلام ده ما يمشيش مع الميسيو ابدا. ميسيو؟ بقول لك ايه، عاوز عينيك في وسط دماغك ولا تغفلش. ما عادش يا اخويا في حاجه مضمونه الزمان ده. اه يا اخويا، والواحده مننا لازم تحرص على كل باب رزق صادها. ولا يهمك ولا يهمك يا طبق الالمازيه، ارمي حمولك عليا. حمولي عليك؟ كله على الله يا اخويا، ربك وحده اللي بيستر. قادر يا كريم؟ يلا يلا يا اخويا، طريقك اخضر. اخضر منك مفيش يا قشطه. اتلم يا واد، يلا عاوز اغير هدومي والحق نمرت. غير براحتك يا جميل. الله. احلى اتنين عصير. ميرسي قوي. بالهنا والشفا. لعلمكم مش هتلاقوا العصير ده في اي كافيتيريا في مصر الا هنا. طبعا انا سربات. انا سربات. في ايه يا واد علاء؟ فين؟ قدام الكافيتيريا دلوقتي. كتير؟ الراجل مش عارف يمشيكم معاك من عمان. طب روح انت وانا هتصرف. اتنين فراوله لو سمحت. اتنين فراوله يا واد وجهزهم. بسم الله ما شاء الله، مكان برح يا استاذ علي ويشرح القلب الحزين. ايوه يا اخويا، بس انا عايز شغل على البيكو، تشطيب نمره واحد ودهان نمره واحد. هيحصل يا هندسه. خلي بالك دي الكافتيريا دي مش هتبقى زي اي كافتيريا، لا ده هتبقى كافتيريا كده. اه انا هيجيني ناس كبار قوي، ناس متلمعه، انما الكافتريات بقى نص نص ملناش دعوه بيها. على قد لحافك مد رجليك يا حبيبي. ده يبقى قاصد بقى وبينبط على مستوى الكافيتيريا بتاعتي.
إلهي وانت جاه ينشك في لسانه ما يوعى يفتحها قادر يا كريم. يبقى الكلام اللي وصلني مظبوط، ده راجل مخربش وناوي على شغل البروتيكا ويانا. يا اخت اللي يشوفه هو كده متقمع ومتلمع ومتحنتف كده يقول انه ياما هنا وياما هناك، وهو وغلاوتك عندي يا مدام شكله بيقول انه من حواري. امال ايه بيقول عليه؟ انه من بتوع حلق حوش. لا ومقفع كمان. ادخل. صباحين وحتة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الودع. ايه ده كله؟ ايه الرأس ده كله؟ ايه الثقة والامن والمتانة والغرور ده كله؟ كنت فين يا واد؟ ده انا خلص الرأسة بتاعتي من يجي ربع ساعة وزياد. وانا جاي على اوضتك لما اخذ يعني اتكعبلت في واحد راجل رزيل كده صمم يقف معايا وياكل وداني. واحد مين يا اخوي؟ معايا في جيبي اهو. ويطلع مين يا اخويا الجدع ده؟ واحد من اللي كده. اي نعم شكله لسه جاي يعني كده من ورا الجاموسه، لكن الظاهر عليه من الواصلين. ده فيان ومليان وابن عز. العز بيخر من كلامه ومن عبايته ولا من كلامه اللي بيقوله بتمكن عدم المؤاخذه. بقول لك من اللي كده. انت اتجننت يا واد؟ الله، ليه بس يا ست الكل؟ انا مش نبحت حاسي وزوري وياك اكتر من مره من كتر القواله ده، بدل المره 10 نبهت عليك وفهمتك لا تتفق مع ناس ولا تاخد كروت من حد. هيتقال عني ايه؟ هيتقال عني واحده من اياهم، واحده سهله. اما انت هيتقال عنك كلام اسود. مش عاوز افسر يا اخويا. فشر فشر، ده انا المسيو وانت رقاصه محترمه. اشرب بشرب القطع لسانه تحت قطر اللي مسنا بكلمه احنا الاثنين. غلطتي غلطت ان انا مقطعتش الكارت في وشه عدم المؤاخذه بقى. واتقطع وشه ذات نفسه لو عادها من تاني. بقول لك ايه يا واد يا زقزوق، انا مش هتعب روحي ولا هعيد لك الكلام ده من تاني. الغلطه الجايه هرميك في الشارع. انا مش ناقصك يا اخويا. ماشي يا طبق الالمظيه، هدي اعصابك يا اختي وحقك عليا. هدي اعصابك، هو انا اتصفط لك عليا؟ ده انت اللي مطلعه لي البطاقه بعد ما تخت في السجلات السبع دخان، هو انا كنت عارف لي اب في البلد دي؟ يا اخويا تلاقي وتعالى شوف الهم الازلي والاخبار اللي ما تصرش اللي جايبها لي القطه ولا البطه بتاعتك. اخبار؟ اخبار ايه يا بطتشي؟ شكلك كده والامبارح حظك كان قليل وخسرت كتير. هقول لك ايه يا ابو الاساتيز؟ انا والحظ القليل كده اصحاب طول العمر. يا جدع ما تقولش كده، وعلى العموم بيقولوا قليل الحظ في اللعب سعيد الحظ في الحب. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل ما انا الحب ايه. حب الدنيا يا سلم، الدنيا اللي لازم تبقى لاصحاب المخ المفتح والفهلاوه اللي على حق. حتى الفهلاوه ابو الاساتيز ما بقتش تجيب همها اليومين دول. لا مش مع كل الناس، احنا بقى اللي ننفذ من خرم ابره نلعب على كل الحبال. اديني عمر بقى وعيش. ربنا يديك طول العمر يا حبيبي، وهتنفذ كل اللي انت عايزه، وقريب قوي هطمنك وهتلاقي كله اتحل. يا ريت. على فين يا باشا؟ معلش بقى اسيبك لشغلك لحسن شكل الراجل صاحب الشغل كده مقير منك شويه. سلامه سولو. بالسلامه بالسلامه ابو الاساتيز. اللهم صل على النبي. وانا كنت بتكلم معاك صيني ولا عربي يا استاذ سليم؟ في ايه يا اسطى؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل دماغك الناشفه اللي انت مصدرها لي. الله الله الله. يبقى مين بقى المحروس ان شاء الله كده؟ لان انت مضايف اكتر من ساعه وجايب له قهوه. ده علي بيه فهمي صديقي. علي باشا يا سيدي، علي باشا يا اخويا. يكونش بقى زبون جايب حتك هدلك تتصلح، وانا يعني كده مش دريان. لا ده معارف بابا. بابا؟ معارف بابا؟ ايوه معارف بابا. وجايين يعطلوك في الورشه ليه؟ جايين يعطلوا شغلك ليه؟ نكونش فتحناها يا بلدي بالصلاه على النبي على اخر الزمن. وبعدين معاك يا اسطى، ما قلت لك 100 مره وانت بتكلمني وطي حسك، الناس هتلم خلق الله علينا. انا بقى عايز الم خلق الله علينا عشان يتفرجوا ويشوفوك يا اخويا، يشوفوا مهيصتك بعينيهم. انت ايه يا ابني؟ مش بني ادم؟ انت مش بني ادم؟ موصوف لك تخرب بيتي ولا ايه؟ وبعدين معاك يا اسطى، ما انا قلت لك 100 مره لما تيجي تتكلمني وطي صوتك. انا بقى اعلي صوتي زي ما انا عايز، ده ملكي واعمل فيه ما بدالي. ثم انت بقى حته صنايع بيشتغل عندي بياكل لهم وتعيشه من ورشتي، ثم انت بقى عايز تفوق من الغفله اللي انت فيها وتتعلم الادب من اول وجديد. وانت بقى لا مؤاخذه اللي هتعلمني الادب؟ انا اللي هعلمك يا سليم. صدق وتامن بالله لو خبطتك يد هجيبك اربعه. بقول لك ايه، انا عامل حساب لابوك. لا ما تعملش حساب لابويا ولا تعمل حساب لامي، وخد بالك بعد كده لو صوتك عيل عليا هديك يد هجيبك الارض. انت بتتحداني؟
بتتحطاني في ملك يا سليم؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا جابر يا ابن نفيسة. مايك للكرسي. ليه يا بنفسك بتقلب وانتظار حزين؟ وانت زقزوق بيزقزق على احلى بنفسجية. الله الرحمة، الرحمة اللي ما بترحموش. انا برضو اول ما شفتك قلت اكيد وراك هرسايا وتضيع وقت. هرسايا؟ انا برضو بتاع هرسايا ده. انا الميس يا بنت. تطلع يا اخويا حكاية القطة اللي انت ماسكها لي عمال على بطال دي وعاملها لي السلوة بتاعتك. تكونش شايفني بخربش ولا باخده؟ حط الله، انا اتهمتك انت بالغدر يا قطة بيضة. بس ان كان على الخربشة، انت بتخربشي وتهبشي في اجدعها قلب. بقول لك ايه يا جدعان؟ لم الدور وتعالى لي من السكة الدغري. جاي لي في ايه بالظبط؟ انا جاي بأوامر يا جميل. انا جاي اسأل واتقص واشوف الجو، ولا انت ناسي ان انا حامل حيمة عند الست ناني؟ عارفنا يا اخويا انك مهم ومركزي حساس. قولي لي يا بطة، مش حلوة كلمة بطة بدل القطة اللي بزعلاك دي؟ يسم بقول لك ايه؟ اتكلم على طول يا جدعان، انا مش فاضيه لك الكافتيريا لوحدي. مسكين مسكينة، انا مستعد اسليها واقعد فيها لحد ما تجمع. ايه دي يا مايس؟ الكافتيريا. انت بعدين معك بقى؟ ولا قبلينا بيضة، هدي نفسك. ست ناني بس بتبلغك تفتحي عينك كويس لأي حاجة تحصل هنا. أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا هديك نمرة تليفوني الخصوصية. أيوه، لو أي حاجة حصلت اديني تليفون، كلميني. ولو حتى ما حصلتش أي حاجة برضه كلميني. كفاية إن أنا أسمع صوتك يا جميل وأنام عليه. تبنا إلى الله. اتفضلي. تعيش يا حبيبتي، ربنا يخليك لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالشفاء بإذن الله. القرص ده هيريحك قوي، هضيع الصداع خالص إن شاء الله. بس أنا مش عايزاكي بقى يا محاسن تاخدي الدنيا كلها كده على كتافك وعلى أعصابك، مش كده أبدا. وبعدين قولي لي بقى، في إيه مضايقك ومزعلك؟ يعني أنا شايفة الأحوال ما شاء الله زي الفل، والأخبار حلوة بسم الله ما شاء الله. أنتِ هتعملي زيهم يا سلوى، الأحوال حلوة وبسم الله ما شاء الله، دول ناس ما بيبصوش تحت رجليهم. أنا قاعدة في أوضتي بس سامعة كل حاجة. السلام عليكم يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمك صاحب ورشة الميكانيكا اللي في شارع منصوري. الأستاذ عابد موجود يا ترى؟ لا والله حضرتك هو في الشغل. ها؟ ده الأستاذ جابر. خير يا رب. أهلا أهلا وسهلا يا أستاذ جابر، اتفضل. ممنون يا ست الناس، أنا وشي منك في الأرض. جيت كده من غير ميعاد. ميعاد إيه لا سمح الله؟ ما تقولش كده يا أستاذ جابر، ده كلام بردك. اتفضل يا أخويا، البيت بيتك ومطرحك، اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. اهلا وسهلا. يا رب يا ساتر. ده انا عايزاك، عايزه اتكلم معاك واطمن منك على اخبار سليم. خطو عزيزه يا اخويا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست الناس. انا على عيني يعني ما كنتش احب اعتب المكان ده الا في الخير، لكن بقى اللي عمله سليم ابنك يعني ما يتوصفش، فاق كل حد وما يتسكتش عليه. اللي عمله سليم ابني يا حاج جابر وما يتسكتش عليه؟ هني وشتمني ومد ايده عليا. يا لهوي، مش ممكن اخويا يعمل كده ابدا، ده حضرتك في مقام والده، وبعدين حضرتك صاحب المكان. ليه وليه يا بنتي اللي قلت له الكلام ده؟ ليه وليه اني بقول له ان انا صاحب المكان ده والمفروض اراعي كل واحد فيه؟ عمل اللي ما يعمل، فرش لي الملايه قصاد الحي كله. لا مؤاخذه يا ست الناس، أنا جاي أشتكي بالأصول، لأن أنا يوم ما وافقت إنه يشتغل معايا كنت هنا في البيت ده بزور الراجل صاحب البيت، الراجل الطيب السكرة. لا مؤاخذة يا ست الناس، أنا جاي عشان أقول لك إني مش عايز أشوف خلقة ابنكم في الورشة من بعد النهاردة، لأني لو شفته ما أضمنش أعمل فيه إيه؟ ما أضمنش يصدر مني إيه؟ أنا ولا اللي معايا؟ لا مؤاخذة يا ست الناس. وبعدين بس يا ربي أعمل إيه؟ ربنا يهديك يا سليم. ايه رايكم؟ يجنن. حلو؟ حلو قوي. ما قلتيش رايك يا سحر. لا وحلو والله، حلو قوي.
تعرفي انك انت الوحيده اللي فاهمه الناس ما قلتيش ذوقك من اول تخشي بقى الجامعه؟ انا ذوقي شبه ذوقكم كده تقريبا. بقول لك ايه نيفين، وبيديني اسم المحل اللي انت اشتريتي منه الطقم، عشان انا لو لقيت منه الازرق هشتريه على طول، اصل انا احب الازرق. بس اعملي حسابك انه غالي شويه. لا يا بنتي غالي ايه، انا ما يهمنيش الكلام ده، انا قولي دادي بس انا عايزه الطقم ده مهما كان تمن على طول يجيبولي عادي جدا يعني. شفتي يا سلوى، سمعتي بودانك اللي بيحصل لي عشان ما كنتيش مصدقاني يا اختي. يا ماما ذنبها ايه بس طنط سلوى تشركيها في همومنا؟ يخص عليكي يا ساميه، ده احنا طول عمرنا جيران والنبي وصى على سبع جار. عليه الصلاه والسلام. ده كلام برضو؟ طب ده انا من ساعه جوزي محمود ما مات في 67 وانا معتبراكوا اهلي، امك دي اختي وانتوا ولادي. معلش حضرتك انا اسفه حقيقي ما اقصدش. الاستاذ الكبير الراجل اللي لازم يحافظ على اكل عيشه ويعمل اللي ما يعمل عشان يكبر ويتثبت فيه، عمل شبطه مع الراجل وقطع اكل عيشه بايده. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ انا خلاص خلاص حطيت صوابع العشرين في الشق منه. معلش يا ماما انتي، والمشكله كمان انه لحد دلوقتي لسه ما رجعش ولا تعرفي هيرجع امتى. تلاقيه اتلم على الاوباش اصحابه اللي مطيرين لعقله وجرينه للوحل وللسكك العوجة. اخياني اقول ايه بس واعمل ايه يا ربي؟ ادي دعنا اهي انه رجع قبل وش الفجر. بس يا محاسن، يا محاسن ما تعمليش في نفسك كده يا اختي، ان شاء الله هيرجع وهيعرف الغلط بتاعه وهيرجع عنه. انا الود ودي كده، لو تساليني انا عايزه اعمل ايه، عايزه اطبق كده في زماره رقبته. يا ماما لو سمحتي اهدي شويه عشان صحتك، وبعدين سيبي بقى الموضوع ده لبابا. ايوه هو ده اللي هيحصل، لازم ابوك يلاقي حل، لازم يقف على دماغه كده ويشوف لي حل معاه، يخليه يبقى راجل ويرتجع وما يبقاش عيل، مش فالح بس غير في التنطيط والهزار وال... اقول ايه بس يا ربي، واخد الدنيا عضلاته وفتوانه وبس. الحكاية كانت تتوقف عليا أنا لوحدي كانت بقت سهلة وممكن تتحل، يعني أنا خلاص نجحت والمستقبل بقى شبه مضمون. يبقى إيه المشكلة بقى؟ هي مشكلة واحدة بس، مشاكل كتير قوي. إخواتي كل واحد منهم مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. أيوة بس إحنا لازم ناخد خطوة، خصوصا بعد ما أنا خلصت الليسانس بتاعي. أهلي لا يمكن هيسيبوني كده طايرة معاك في الأحلام، وخصوصا بقى أبويا، أنا واثقة إنه بيرتب لي ترتيبة في مخه. من فضلك ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا من اول ما دخلنا الجامعه وقصه حبنا بيضرب بيها المثل، انا هحارب علشان القصه دي تكمل ونكون لبعض. انت مكتوبه في شهاده ميلادي. مكتوبه في شهاده ميلادك؟ في انهي خانه بقى؟ في اهم خانه طبعا، في خانه الحبيبه. بصي بقى، انا النهارده هكلم ابويا واللي يحصل يحصل. محدش فاهمك ولا شايف مواهبك يا سلطان سليم، كلهم مش داريين ان انت جواك طاقة لو اتفجرت تعمل المستحيل، تطلع فوق وتتمكن وتركب وتدلدل رجليك، ولسه دلوقتي الكل هياكلوا وشك ويحملوك الذنب. سليم فاشل ومش نافع، سليم طول عمره فلاتي ومش هحقق حاجة، يا ريته كان طلع في ذكاء اخوه سلام ولا حتى اخته سامية. كلام يوجع ويدبح، كلام يضايق. وانت يا سليم عليك انك تبلع وتتحمل وتسكت، معلش مسيرها تفرق.
أيوة، أستاذ علي فهمي قالها كلمة، وكلمة حكمة. بكرة تفرج وكل شيء يتقلب إن شاء الله. أنا مش راجع البيت دلوقتي، الأحسن أروح أي حتة حلوة أروق فيها نفسي، أضرب لي جوز أزايز بيرة مشبرين. يلا ملعون أبو النكت.